هو كان في شكوى بتاع الاخ عادل احمد محمد الليبيشي ده من حزبه علام مركز الحمول، ايوه ده كان بيشتكي ان في جيرانه زكريا عبد الحميد ومحمد زكريا عبد الحميد ان هم بيصرفوا صرف صحي في قناه الري الخاصه بيه. تمام. طلعنا شكلنا لجنه وطلعنا عينا عملنا اللازم فيها وعملنا خطاب، خطبنا البيئه في مجلس المدينه وجلنا الشاك ادينا له صوره من المعين عشان يتابع مع مجلس المدينه، وتم التنبيه على الناس المتعدين بالصرف ده بعدم الصرف في المروه دي بعد كده، وان شاء الله متابعين مع مجلس المدينه هيتم تحرير محضر له. هم يعني في كده تم ازاله الشكوى الخاصه. يعني في بناء مخالف على ارض زراعيه فهم عاملين لا, لا 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 هم بانيين في ارضهم واخدين محاضر بس هم صرفين الصرف الصحي في المروه. لان هم مختلفين معاه لان هم جيران في الارض فمختلفين على الحدود والارض والشارع. الراجل ده يعني شاري ارض فرح ارضهم دون الرجع لهم، يعني مشاكل شخصيه بينهم وبين بعض احنا تدخلنا وبنحلها دلوقتي، حلينا جزء كبير منها. بالنسبه للصرف ده اخترنا مجلس المدينه اداره البيئه عشان تعمل لهم المحاضر اللازمه. كانوا مانعينه من الري علشان ما يرويش لان الماتور مكنه الري قدام بيتهم، نبهنا عليهم وجبناهم وقالوا ما فيش مانع ابني، وكده تمت ازاله الشكوى دي ان شاء الله. ان شاء الله. اللي انا عايز اساله كده كدور وكيل وزاره الزراعه فعلا انتهى لان انت عملت التقرير بتاعك وفي لجنه نزلت رفعت التقرير بتاعها لمجلس المدينه، ده بيؤكد ان في مشكله، بتقول لهم تعالوا بقى اتحركوا. في بطء في التنفيذ من مجلس المدينه مع عدد او من هذه النوعيه من المشاكل والشكاوى اللي بتجيلكم، ولا بيتحركوا وبيبقى بعد قد ايه التحرك؟ والله هو في بطء ما بيطلعش برضه على طول اذا كان حد متابعه. وعليه انا اتصلت بالراجل واديته صوره من المعاينه في ايده علشان يتابع كمان هو في مجلس المدينه. طيب الشاكي ده بيبقى المتعدي ده بيبقى عنده بديل؟ يعني انا بقول له ما ترميش ما تحطش الصرف الصحي بتاعك في المروه وده من حقي، هو عنده بديل؟ هو المفروض بيكون عنده بديل عنده في بيته لانه ما ينفعش ان هو يصرف. ان هو يبقى عنده الخزانات اللي هي القديمه اللي بتجي يعمل خزان قديم عنده بيعرشه ويحط فيه وبعد كده بيشيل بجرار الكسر. صح. يعني لكن ما مش مبرر ليه ان هو يصرف في المروه. صح. لا مش مبرر. نتكلم بقى عن الانتاج سريعا. اخبار القمح ايه النهارده عندنا في كفر الشيخ؟ الحمد لله احنا زرعنا 110,000 فدان قمح حتى الان، والقمح بحاله جيده وتم حصره بالكامل والحمد لله الحاله مطمئنه. المستهدف كام اساسا؟ احنا المستهدف عندنا السنه دي كان 140,000. 240,000. 240,000. 140,000 بيه 140 يعني 110 منهم. طيب تفسر بايه ان المستهدف قل؟ لا ما هم زياده عجز المستهدف في القمح دي زياده لمحصول البنجر. يعني العجز في القمح اداني زياده في محصول البنجر. لان المزارع بيشوف ايه اللي ممكن يحصل منه على يعني أنا هامش ربح. بالظبط. طبعا المشاكل اللي حصلت السنه اللي فاتت في التوريد اثرت علينا. طبعا 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 ان شاء الله السنه دي احنا عاملين استعداداتنا ومجهزين الشوان بتاعتنا ومجهزين كل شيء، حصرنا مظبوط وعاملين حسابنا ان شاء الله اللي اتكرر السنه اللي فاتت مش هيتكرر. هو ده مش يعني يعني مش مجهودكم فقط، يعني ده لازم تكون وزاره التموين التموين لازم تبقى متابعه حاجه زي كده، وكل قمح داخل الشونه يبقى معروف جاي منين وصاحب القمح ده ياخد حقه. اللي حصل الموسم اللي فات يعني ما فيش حد هيقبل انه يتكرر تاني. حضرتك عارف ان احنا كزراعه احنا انتاج. ايوه ما هو ده اللي انا بقول لحضرتك عليه. ده طبعا وزاره التموين بتبقى مسؤوله عنه في تمام المقام الاول والاخير. انا بشكر حضرتك على هذا التواصل وان شاء الله لينا محادثات اخرى باذن الله. مهندس محمد عبد الله وكيل وزاره الزراعه بكفر الشيخ.